relaxing for the last few weeks because it's cold and holiday. كنت عندكم اجازه اسبوعين اللي فاتوا دول عشان البرد وعلشان ال الاجازات. لكن what is our plan for this year؟ ايه هي خطتنا في العام ده؟ We have been witnessing. احنا بنشوف a lot of small signs of the day of judgment coming in action to us. نحن نلاحظ علامات الصغرى ليوم الساعة. نراها كل يوم أمامنا. هل اعتبرنا أم لا؟ Did we take the advice or not? One of the most important signs is ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. أهم شيء فيها هو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. This ظلم, one of the most important signs is to make, to oppress your fellow man or your fellow woman. Whether it's in Yemen, whether it's in Syria, whether it's in Pakistan, Afghanistan, Myanmar, everywhere. Eritrea, everywhere. ظلم الإنسان علامة كبيرة جدا, خاصة ظلم المسلم لأخيه المسلم, especially the oppression of Muslim to his fellow Muslim, which is happening in front of our eyes. دي أحد العلامات الساعة. The second one, the heavy rain, the storms, the snow falling on the Arabia, اللي هو البرق والرعد والأمطار والسيول والثلوج اللي نزلت في المنطقة العربية. يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة. لن تقوم الساعة حتى تصبح أرض العرب مروج خضراء. The day of judgment will never happen, will never come till and until the Arabia will become a green area. And it's happening. And we do not take any witness. We do not take any lesson. واحنا لا نستفيد ولا نتعظ بما قاله من؟ بما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرن. ظلم الإنسان, الهجرة, الاغتصاب, السرقة, الفساد, oppressing the people, immigration, displacement, stealing the resources of countries, making these mass refugees to go outside. By us. Us who are doing it. Don't blame others. Blame Muslims and us. هو تهجير وظلم وتشتيت وتشريد الآمنين بأيدينا. بأيدينا احنا نسميها أيدي بيضاء. ثم الأمطار ثم السروج ثم الرعد ثم 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 ثم. دي كلها علامات ساعة. الجراد, الصراصير إلى آخره. الأماكن المقدسة في غير الأماكن المقدسة. These cockroaches and locusts, whether it's come to Holy Land area or non-Holy Land area, it's another sign. For remember, نتذكر ما حدث لفرعون. فرعون. When he was oppressing the Israelites. فرعون when he was oppressing the Israelites. Allah سبحانه وتعالى أرسل عليهم what? Blood, locusts, fleas, frogs, yeah, frogs. Anything else? Blood, flooding. Yes, all this. ربنا سبحانه وتعالى أرسل لفرعون الظالم الذي كان يعني يظلم أو يعذب أبناء إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام, أرسل له الدم والضفادع والقمل والفيضانات إلى آخره إلى آخره, ولم يتعظ فرعون وطلع يجري ورا موسى عليه السلام. ولما راى ان ربنا فتح البحر لموسى اعتقد انه سيفتح له البحر, وده غباء الكافر الضال المضل. And when he ran after Moses and his people crossing the sea and saw that Allah has opened the road to save Moses, he thought that he would be like Musa. But Musa was a believer, was a prophet, and Pharaoh was not. So it's another sign. Did not listen. Did not see. Did not make, get advice
from what has seen of the blood and the locust and. هذه العلامات لم يتعظ بها فرعون ومن معه من ملأ وجنود والآخر لم يتعظ بها على الإطلاق ولم يستعدوا لها وحسبوا أن لما فتح الله سبحانه وتعالى الأرض لموسى كي يعبر البحر ستكون لهم لكن أغلقهم لماذا؟ لأن الجهل والغباء جزء من الكفر بالله سبحانه وتعالى الكفر يولد الجهل يولد الغباء ويولد إيه؟ الكبر because their arrogance is an out the product of their disbelief come ignorance arrogance and stupidity what's our plan to conclude ايه الخطه بتاع كل واحد فينا في الغرفه دي احنا عندنا 20 30 كام 30 واحد هنا في الغرفه ايه الخطه بتاعتكم what's the plan زوال what's the plan والله the call is today is what's our plan individually because when we ايه الخطه بتاعتنا لما هنقف قدام ربنا هنقف لوحدنا عريانين ملط سامعه يا اختي انت هتكوني ملط عريانه ملط وانا هكون عريان ملط when we stand in front of Allah سبحانه وتعالى at the judgment I will be completely totally naked عندي من حضرة عائشة رضي الله عنها سيدة عائشة قالت له يا رسول الله لكوني يعني عرايا طعم ما في حد ياخد باله من حد في اليوم ده الواحد بيسعى نفسه كل منا غارق في نفسي 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 ومنا من يغرق في علق لغايه قدمه او علق الى ركبته او علق الى راسه او علق يغرق فيه من سوء ما عمل and you told her you are not going to be looking at anybody else naked everyone will be saying my soul my soul my soul my soul my soul and every one of us will be drowning in his sweat or her sweat the sweat that we sweat on the day of judgment will be drowning us depends on how good or how bad our amal was Aisha it's a day where the sun will be 2 miles away from our head a day هيكون الشمس فيها خش بقى اقعدي هيكون الشمس اقرب لينا من ميلين فقط ها وكل منا سيكون تحت الشمس وغارق في عرق and every one of us will be close to this heat drowning in his or her sweat apart from اين المتحبين في جلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي where are those people who love one another for my might for my sake I will shade them under my shade where there is no shade in this day on this day but my shade Allah subhanahu wa ta'ala shade what's your plan we don't want lectures we don't want dreams we want action what's our plan for the people the children dying in the middle of the snow in Syria or in Lebanon or in Jordan What's our plan for the children of Yemen who are starving to death? What's our plan for the children of Rohingya who are going to go nowhere? And they displaced people from Iraq and from other countries. What's our plan for our family? What's our plan for da'wah here? ما هي خطتنا الأطفال اللي بيموتوا في وسط التلج في لبنان وفي سوريا وفي الأردن إيه خطتنا لأطفال اليمن اللي بيموتوا من الجوع على إيدين أمهم وأبوهم أو أطفال الروهينجا اللي ما عندهمش أي مستقبل وضعين أو فلسطين أو غزة أو بورما بورما is روهينجا What's our plan للأيغور اللي موجودين في الصين اللي بيعذبوا ويقتلوا ويخرجوا منها What's our plan اللي هم في 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 سينجيانج الى اخره حينما ننظر الى انفسنا بدا عام جديد ما هو ما هي خطتي لهذا العام I have started a new is it year
What's my plan for the new year? لقد بدأ العام الجديد فما خطط. احتفلنا بالكريسماس واحتفلنا بالنيو يير واتفرجنا على التلفزيون زي ما اتفرجت على التلفزيون. ايه الخطة بقى يا بنات؟ اتفرجنا على التلفزيون الافلام القديمة والابيض والاسود واشترنا التركي وكلناه وضربنا بانجو وانتم بتاكلوا في اليمن قات الى اخره، واخد بالك؟ طب وبعد كده خلاص عدى ده وربنا استرها علينا، ايه الخطة بقى؟ We celebrated what we have celebrated, but what's our plan now? دي الرسالة اللي احنا عايزين نقولها نفسنا في الصومال، في اليمن، في وسط افريقيا. الى الان في تطهير عرقي في سنترال افريكان ريبابليك، ethnic cleansing, and they are opening the bellies of pregnant women to abort them. And nobody talk about anti-balaka. الى الان في تطهير عرقي للناس في مسلمين في وسط جمهورية وسط افريقيا ولا يتحدث عنهم احد. انا مش قلت لكم دلوقتي هتعمل ايه؟ قضي الامر. ان لم يكن لنا خطه فلن يكن لنا وجود. If we don't have a plan we will never exist. People will walk over our bodies. Will never exist. You have to protect your life, your children. You have to develop your community. You have to help your people. You have to help everybody. لابد يكون لنا خطة، يكون لنا رؤية، ويكون لنا مساعدة وللمجتمع اللي احنا بنعيش فيه ولأنفسنا وأولادنا إلى آخر. عندكم خطة؟ عندك خطة؟ Do you have a plan? Do you have a plan? Looking forward to be a part of the community. Welcome to you. I said, do you have a plan? Yes. He said, yes or no? Yes. You look at me. عديت عليك حقيقي. يعني في انا سالت الناس كلها هنا هو في الغرفه واحد او اثنين قال يعني عندي أو عندي خطه، الباقي ما عندهمش خطه، مصيبه سوداء. صح؟ مصيبه سوداء. يعني I'm asking going around to ask what's your plan. No one of us said that apart from one or two. تفضل. Part of the community, how can I help people around me first? Yes. And from there, I can develop a good foundation and then move to very good. Others. Very good. What's your plan? We have no plan. Oh, good plan. Anybody else? Oh, هو عمل عمل اجتهاد وقال هكون مع ال مع ال مع الجالية بتاعتي ومع جيراني وكذا وكذا عشان ايه نساعد بعضنا البعض. Very good. Good start. جزاك الله. Anybody else? Inshallah. Speak up. We'll do the same, inshallah. We'll do the same, inshallah. Anybody else? حد تاني؟ حد تاني؟ ما شوف شوف نختم نقول لا نستطيع أن نعيش لا نستطيع أن نعيش بدون رؤية وبدون عمل وبدون خطة وبدون دور. We cannot live without vision, without action, without action, without role, and without a plan. وده كان تماما ضد فقه المصطفى صلى الله عليه وسلم. This was against, totally against the philosophy of thinking of the Prophet صلى الله عليه وسلم. He never lived without a vision, without a role to play, without an action, and without a plan. كان عنده كل الحاجات دي. إن أردنا أن ندعي أننا نمشي في خطوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلابد يكون لنا رؤية وخطة وعمل ودور. التشاور موجود منها. إن أردنا أن يكون لنا الرؤية ده if we want to follow the footsteps of the Prophet صلى الله عليه وسلم we have to have vision, we have to have role to play, we have to have action, and we have to have plan. مش فقط نحفظ قرآن ما نفهموش أو نحفظ حديث ما ننفذوش. It's not only by memorizing Quran that we don't understand or rehearsing hadith that we don't implement. Outside the mosque, I do something else. خارج المسجد أعمل شيء تاني.
تمام يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. هابي نيو يير. ها؟ خطة وعمل ودور ورؤية. بلان، اكشن، رول اند فيجن. انا عندي بلان. لا بس I stay for tomorrow and I've been told for 6 minutes and now it's 9:30. طلب ميزانية. Just to conclude, money is not everything. كلمة طيبة صدقة. As I said, a good start with anything. بس هذه البداية من المال أحسن. Money will come. You know, come. ألا إن في الجسد مدغة، إذا صلحت صلحت الجسد كله، وإذا فسدت فسدت الجسد كله. ألا in our body there is a piece of meat. If it's good, the whole body will become good. If it's bad, the whole body will become bad. If you work on this, the money will come. الله ولا أكل جوفي. إذا اشتغلت على نفسك وعلى رغباتك، صاحب الرزق مين؟ الله. صاحب المال مين؟ الله. صاحب الحياة مين؟ الله. صاحب الموت مين؟ الله. If you work on this نفس، the one who provide رزق، life، death، sustainability is Allah. He will give you what you cannot manage. حيعطيك ما لا تستطيع أن تديره من الأموال وكذا وكذا. يلا جزاكم الله خير. 6 minutes.